يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام، متابعي موقع ابو كبير ميديا في كل مكان، يعني ما زلنا معاكم بنرصد ليكم اجواء الفرحه والبهجه والسرور والاحتفال بالعيد من اهالي ابو صير. زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني اعداد مهوله جدا، ما يقارب من 100,000 شخص امام حضراتكم يعني غادروا هذا المكان، وما زالت الاحتفالات يعني مستمره في هذا التوقيت. ولو سمعني في الخلفية هتلاقوا الخطبة لسه شغالة، ولكن تدافع الناس ونزول الناس للاستعداد للأضاحي ولعيد الأضحى الطيب المبارك. طبعا ساحة أبو صير من الساحات المعروفة على محافظة الجيزة، وما ومن الساحات المشهورة، فيها أكثر من 100,000 شخص بيأدوا صلاة العيد دايما في بيأدوا صلاة العيد زي ما حضراتكم شايفين طبعا البهجة لهذا العيد وفرحة العيد زي ما حضراتكم شايفين ومثل عنا في كل مكان. طبعا يعني الناس بعد ما تصلي على المنظر الجميل بيبدأوا اللي هم ينزلوا يحتفلوا بالعيد وبأجواء العيد. طبعا أجواء العيد مختلفة في قرية أبو صير لأنها ليها طبع خاص وليها يعني حاجة خاصة بيها. زي ما حضراتكم شايفين طبعا أجواء الفرحة للناس، طبعا مبسوطين
الكرام متابعي بين ميديا في كل مكان، يعني ما زلنا معاكم في هذه التغطية الحية من ساحة أبو صيد زي ما حضراتكم شايفين، ومتابعينا في كل مكان، يعني ما زلنا معاكم من هذه التغطية الحية. أكثر من 100,000 شخص كانوا يؤدون الصلاة، وما يقارب من 20,000 شخص طبعا كانوا يقومون بسماع هذه الخطبة الطيبة المباركة. طبعا رصدنا لكم الأجواء الطيبة في هذا البث وخلال البث المباشر، طبعا أجواء الفرحة وأجواء السرور بعد أداء صلاة العيد والمودة والحب. ينطلقون طبعا يتدفعون للخروج من هذا المكان بعد أداء صلاة العيد. طبعا شكراً متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان. كان معكم محمود عزام، وانتظرونا إن شاء الله في الإعداد.